El hecho de firmar este convenio entre la FAPA, la Federación de Agencias de Noticias Africanas, y la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias, la ULAN, me permitió recientemente viajar a Marruecos الزيارة الأخيرة التي قمت بها إلى المغرب بمناسبة التوقيع على اتفاقية تعاون بين الفيدرالية الأطلنطيكية لوكالة الأنباء الإفريقية واتحاد وكالة أنباء أمريكا اللاتينية مكنتني من المعاينة والاطلاع شخصيا على أهمية مشاريع التنمية التي يشهدها المغرب. فسياسة الانفتاح التي يقودها جلالة الملك محمد السادس بكل تبصر وضعت المغرب في مصاف البلدان الأكثر جاذبية في العالم من الناحية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وبهذا المعنى فإن المغرب يرسم من خلال السياسات التي ينهجها الطريق الذي يتعين على إفريقيا أن تسير على خطاه في العديد من المجالات. مشاريع التنمية الثقافية والتربوية وتلك المتعلقة بالبنية التحتية لا تقتصر على مدن كبرى ومشهورة عالميا كالدار البيضاء مثلا، بل تشمل مختلف ربوع البلاد وخاصة بالأقاليم الجنوبية التي شهدت تنمية وازدهارا كبيرين، كما هو الحال بالنسبة لمدينة الداخلة على سبيل المثال. وأعتقد من هذا المنطلق أن الجهود التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يقوم بها تعتبر هامة للغاية، وأتمنى أن تتواصل هذه المسيرة في هذا الاتجاه ليكون المغرب نموذجا يحتذى بالنسبة لدول العالم الإسلامي والبلدان الإفريقية.